أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مراكز تابعة لهم في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تلبية احتياجات النازحين اللبنانيين في عدد من المناطق. وخلال مؤتمر صحفي أوضح الوزير اللبناني أن الصين خصصت مليون دولار لمساعدة النازحين من الجنوب. أول شيء شكر لحضور سفير دولة الصين، شكر حضور المسؤول عن البنك للتغذية العالمي، موجودين معنا وهلأ بتعرفوا شو السبب. أول شغلة بدنا نحكي فيها اليوم، في عنا تحويل عم يتم بهيدي الدقائق، يعني هلأ تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية السبعة بالجنوب. البعض حيقولوا ليش مش من البقاع والهرمل، لأنه هيدا كان برنامج قديم. الصين بهبة صينية مليون دولار،